ادم لعب في ارسنال ودي حاجه انا فخور بيها جدا، يعني لعيب مصري يبقى ادم واحد في فرقه زي ارسنال، فدي حاجه بتهيألي حاجه انا مخلينا انا فخور بنفسي وحاجه تبسطني جدا. يعني هو كل الموضوع اللي انا صدقت حلمي، يعني هو ده اللي يعني ده اللي انا عاوز اوصله للناس. وكابتن حسن قال لي الكلام ده لما اتكلم، صدق حلمك. انا واحد من عيله بسيطه جدا من المحله واتولدت، يعني بحب اقول الكلام ده عشان ده يعني مولود في مكان بسيط جدا في المحله، ويعني فببقى فخور ان انا اقول الكلام ده عشان لما الحمد لله وصلت المكان دلوقتي فببص ورايا بقول يعني الحمد لله، يعني تعبي ومجهود ابويا وامي الله يرحمها يعني جاب ثمره، ويعني اول حاجه ربنا طبعا توفيقه ليا. فانا صدقت حلمي وتعبت عشان خاطر اوصل للمكان اللي الحمد لله انا فيه، وان شاء الله مكمل في الحال اللي انا فيه باذن الله. وانت لما بتحلم كلنا بنحلم معاك يا نني، لما بجد للعقل كل مصري تبقى مبسوط ان واحد مصري زي ما انت قلت جاي من ارض مصريه بيلعب في احسن انديه العالم، ان شاء الله تكسر الدنيا ودوري بقى السنه دي ان شاء الله.